حل الوداد بالقنيطرة مؤازرا بجماهيره، فيما جماهير الكاك وكالعادة حضور دائم بالملعب البلدي. النادي القنيطري كان سباقا للتهديد من خلال ضربة خطأ وهدف ملغى من طرف الحكم المساعد. الضربات الثابتة كانت الأخطر وهددت مرمى الوداد، لكن حضور الحارس نادر المياغري كان موفقا. الجهة اليسرى ستحمل معها هجوما سريعا، ورأسية المهاجم مصطفى العلاوي تجد في طريقها العارضة. واستمرت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بحملات وهجومات متبادلة بين الفريقين، لتلفظ الجولة الأولى دقائقها بالتعادل بين الطرفين. خلال الشوط الثاني ستتاح أبرز محاولة للكاك، ويونس الأندلسي وجها لوجه يضيع هدفا محققا. بعد ذلك تمريرة في العمق، والمدافع فالداس يمنح الوداد ضربة جزاء. محسن ياجور ولون الحذاء لم يكن فعل خير على اللاعب وزهير العروبي في التوقيت والمكان المناسبين. الوافد الجديد أيوب الخلقي وتمريرة مركزة ورأسية أيوب سكومة بعيد عن الشباك. آخر الدقائق لم تغير أي شيء، وأنهت النزال بتعادل غابت عنه الأهداف. هي ضريبة الراحة فرضت على الجميع الظهور بمستوى لم يغير شيء الكثير من تواضع مباريات الذهاب.